كابتن مين، انا عايز اعرف قصتك، يعني لعبت فولي بول ازاي؟ اخترت لعبه الفولي بول ازاي عشان كابتن هاني ولا ايوه عشان ايه؟ ودخلت ازاي النادي الاهلي ولغايه ما وصلت بقى اللي تبقى كابتن النادي الاهلي وتحقق الكم المهول ده من البطولات؟ والله ولا انا كنت بعشق كره القدم، اشول في اللعب، والله وكنت بحب كره القدم جدا، كنت بلعب في الشارع يعني، ايوه في شبرا عندنا، لغايه لما هاني راح النادي الاهلي. كان كابتن هاني اكبر منك بقد ايه؟ 3 سنين ونص. 3 سنين ونص. هو اللي كان الاول راح، جه النادي الاهلي عن طريق برضو المدرسه، راحوا له المدرسه وكده، خدوه شنو شوفوا الجسم طويل وكده. كده، خدوه فقال لي تعالى العب معانا. قلت له انا كوره بلاش يعني. فالمهم دخلت اختبارات الاهلي، ما وافقتش. قلت له طب هجرب في الكورة، في الكوره، ما كرة وافقتش قدم. يعني كره قدم. فده النادي الاهلي بقى، وهاني طبعا كان ساعتها درجه اولى وكده، كان اسمه برضو كبير ومسمع. فاخو الكابتن هاني، اخو الكابتن هاني، انا جسمي برضو مش مش طويل طويل زي قوي بتوع يعني، الفولي. لكن اجتهدت يعني على قد ما اقدر اي واستمريت والحمد لله. يمكن اول سنه ما لعبتش خالص، تاني سنه كنت اساسي في الملعب. دخلت بقى وانت عندك كام سنة؟ 15 سنه 15 ما سنة لعبتش القطاع البراعم والناشئين ده خالص، خالص، لا دخلت على 15 سنة على طول. تاني سنه كنت في المنتخب، الفريق الأول والمنتخب لا ناشئين. منتخب منتخب ناشئين، ناشئين. وبعد كده تالت سنه كنت مع الكابتن فؤاد عبد السلام في الدرجه الاولى. فالحمد مشيت بسرعة مشيت بسرعه، والواحد ما وحبيت كانش يتوقع. الفولي. جدا 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 الحمد لله يعني. خدنا بقى يعني اول بطوله دوري خدتها سنه 89، مع كان عندي 17 سنه بقى، مع نجوم كبار جدا جدا طبعا. يعني. واستمرت بقى البطولات لغايه اخر سنه الحمد لله. وحمدي الصافي اكبر منك برضه يا كابتن مين؟ حمدي في جيلي، بس هو كان جاي من سموحه وجي سنه 91 ايوه. النادي فكرنا الاهلي. كده بالجيل بتاع الفولي بول بتاع النادي الاهلي، الجيل اللي انت طلعت معاه. يعني القديم ولا الجديد؟ الاثنين انت يعني القديم انا عصرت. لعبت، ما هو انا مش عايز انسى حد يعني. كابتن احمد زكريا كان كابتن الفريق، كابتن محمد شعراوي، كابتن طارق فريد، رضا الغزالي، ممدوح اسماعيل، كابتن عماد فاروق، كابتن خالد طبعا فاروق عباس، كان جامد قوي. مش عايز انسى حد والله. غير هاني، غير الله يرحمه هشام عبد الرازق، غير كابتن هشام صلاح، الناس دي كلها لعبت معاها ايوه. وتشرفت والاجيال اللي جدا. بعد كده بقى طلعت بقى انا ومحمد عبد الكريم وخالد عبد القادر واحمد سمير ومحمود جمعه وياسين و محمود جمعه معاك على طول في الجهاز. وطبعا جالنا حمدي الصافي والعيدي، وطبعا ماجد مصطفى طبعا وايمن رشدي النجم الكبير، طبعا كل دول طبعا. اللي عصرتهم الحمد لله. ولحقنا بقى عبد الله واحمد، عبد الله عبد السلام عبد الله واحمد سلام صلاح، واحمد صلاح، هم لعبتهم دول لحقنا. كلاعب في الاواخر بتاعتك وبعدين كمدرب عبد بقى. الله 3 سنين واحمد 5 سنين ثلاث لحقنا. سنين وبعدين دربته، بعدين بقيت دربته، مدرب. دربت حمدي الصافي. دربت كابتن حمدي كمان يعني. حمدي كابتن حمدي بطل وانت مدرب. انا مدرب عام مع الكباتن الكبار يعني.